المواطنة وميثاق هو المواطنة اللي سماها روحاني، ليس سوى دعاية انتخابية إذا صح التعبير، نعم لأنكم تعرفون أن روحاني طرح هذه الفكرة أثناء الحملة الانتخابية عندما كانت هناك حملة انتخابية، نعم والآن نحن في الأشهر الأخير من دورته الأولى، فماذا ماذا ما هو السبب لطرح هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات؟ فإذا سمحتم لي أنا أريد شوي أن أعمق في الموضوع. تفضل حقيقة تفضل في البداية لما وعد بهذا الموضوع كان وعدا كاذبا ودجلا، والآن إنما يعلن ما يسمى بميثاق المواطنة، فأيضا كذب ودجل وزيف، لأن هذا النظام أستاذنا العزيز أنت تعرف. نعم نعم أسمعك يا دكتور، تفضل أكمل يا دكتور أسمعك. نعم، فيما يسمى بميثاق حقوق المواطنة، حقيقة تصفحت هذه الأوراق هل فيها جديد أم لا، ووجدت أن كما قال ضيفكم في لندن أن هذه الأدبيات أدبيات مكررة جاءت في دستور النظام وجاءت أيضا في القوانين الوضعية الأخرى، فلا تحمل أي شيء إلا وأن حقيقة هي لمجرد كلام دعائي، لأن الحديث عن حقوق المواطنة والمواطن في نظام ولاية الفقيه لا معنى له إطلاقا، حتى القانون لا معنى له إطلاقا في هذا النظام، لأنكم تعرفون أن كل القوانين وحتى السلطات الثلاثة كما تقول المادة السابعة بعد 50 من الدستور، كل هذه ما يجري في أو ما يجب أن يجرى في السلطات الثلاثة من السلطة التشريعية إلى التنفيذية إلى القضائية نعم تحت الولاية المطلقة لإمام الأمة وولي الأمر. فنحن شاهدنا حتى في تاريخ هذا النظام أن عندما كان إذا لزم الأمر يتدخل ولي الفقيه يعني خامنئي لفصل الموضوع بغض النظر عن القانون وعن عن واضح. المجلس وما شابه ذلك. فمعنى ذلك أن روحاني شأنه شأن خاتمي إذا ارتقى إلى أعلى المراتب، وخاتمي في نهاية عهده قال وجدت نفسي، قال هذا الكلام حرفيا، نعم. قال وجدت نفسي أنني كنت عامل لوجستي للنظام. فروحاني ليس سوى موظف لمؤسسة ولاية الفقيه، نعم. وطبعا لدى ولي الفقيه موظفين آخرين أيضا من أمثال قاسم سليماني ومن أمثال أحمد جنتي في وأيضا أسماء كثيرة صادق لاريجاني وألي لاريجاني وأيضا هذا الرجل روحاني شأنه شأن الآخرين، نعم. واضح كل لك يا دكتور هؤلاء هم يعملون زاهدي. في بؤرة ولاية الفقيه. دعنا ننتقل إلى